السلام عليكم. اليوم غنوريكم واحد البحر بين احسن بحوره اللي كاينه في الشمال. السلام عليكم. انا خايب مزيان مع راسي. الما سخونه ولا باه؟ لا الما باه. فدينا خايب. مع من جيت اليوم؟ جينا مع الدريه الحي والساه. الفكره دم من كان؟ ديونس. ديونس بارك الله على احسن حاجه من سي يونس. دائما منوع فينا وكيسال الله فينا. جيتوا اليوم مجموعين مع بعضيتكم؟ ضروري سي نعرف شنو هي الدريه الخافجه عاوتاني تسافوا ونبدلوا الجو. جيتوا الطاجين ديالكم ذاك الاتاي ديالكم اليوم. الويز ديالنا الساف ديني تاكوشي كاينه خايب باي. مرحبا بك معنا. دابا نقول لك شنو كيعجبك باليونس هنا؟ باليونس الدنيا الدنيا مزونيه الماء نقيه كلشي كاين الماء باردة بنادم بدل الجو عاوتاني ما بقاش يفحى وما تشك. هذه هي الهضره خاو ديالي. انا كنقول بن يونس عندها منوره وهي منوره بك اخا. عزك اخاي ابراهيم سينا نقول لك الحاوط بن يونس كوستا واعره سني بنادم بزاف ما كيعرفهاش هي هيدا سينا كتعرف كوستا تنزع اه سينا عارف سني كاع سينا علاش ما كتمشيش ازلا امسا شماعله كتخسر مليون. هاد البلاصه هادي كتعجبني سبحان الله سني يدفو واحد المبارد اخا هادشي اللي كاين خصك تجي لابس ضروري اخا سني هاد النهار هذا طلعنا الزهر ميزه معنا يونس ضاق الما سخونه هذا يونس كسر بركه الخاو دي معنا شي دعوه اخا يونس بليونس واحد المنطقه اللي معروفه اي واحد كيجي لها ضروري ما كيعمل الغطس واليوم جينا عند واحد الاخت ديالنا باش نتعرفوا على الغطس اكثر ونحاولوا ما امكن واقيلا نعيشوا هذه التجربه هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بكم. نهار كبير. لاباس عليكم بارك الله فيك. الناس اللي كتبغي تعمل الغطس ولكن فيها الخوف نسينا بيدك كتعمل الغطس. انا كنعمل الغطس هذه من مده 1998 ولا غير جي من الغوص ما كاين حتى شي تخوف. الغوص كتمشي من واحد العالم لعالم اخر عالم تحت البحر كتنفس تنفس عاطي ولكن بالادوات ديال التنفس اي واحد يمكن يعمل الغوص اي واحد. هذوك الناس اللي عندهم تخوف مثلا كيقول لك لا انا ود متحت الماء الحوت اصلا غتاوي تحت الماء غتنسى هادشي هذا بالعكس غيعجبك الحال. الحوت غيكونوا صغارين كتوكل الحوت كيكون معك المدرب مختص يعني مدرب عنده تجربه كبيره كنكون معك حنايا كتهود معدات الغوص يعني ما كاين حتى شي مشكل بالعكس كتنسى الدنيا يعني واحد الغوص واحد العلامه كتجبر الراحه فيه اللي فيه الستريس كيرتاح فيه اللي فيه الاكتئاب كيجبر واحد الراحه. كتجربه تبارك الله. كتجربه ما بقاش تعيش. اذا الانسان كيقول انا يجرب اول مره هاد الغوص ديما غيجي مور ديما يقول خصنا هاد الغوص دائما دائما. شو وقتين؟ دابا شفت انت غتبقى تجي دائما عندنا ان شاء الله يا ربي تقول لي خصنا هنا. اي واحد مرحبا به. عندنا كنقول له حنايا كومبينيزون بالدارجه ديال الطنجاميه التراخي ديال اللحوم عرفتوهم. ما في اللي معلقين تما. واحد كيكون عنده الطايه ديالو. كل حاجه كنشوفوها كيفاش عامل عنده الطايه ديالو. الطايه ديالي كاينه. الطايه ديالك تبارك الله عليك طايه جوج تبارك الله ما انك طايه ما طايه جوج موديليس موديليس تبارك الله عليك. موراها هذا هو المهم اللي كيكون عندنا الهواء اللي كتنفسوا به. هذه كتجي مع هذا هذا كتسمى جهاز تنفس على ريغورادر اسبانيولا دي توندر بالفرنسي فهمتيني. هذا كيجي في الفم كتكون هذه مالوميتر فهمتيني. ها هو فين هو ها يعني هذا راكب هذا راكب معدل. هاد الاستاذ يشرح لكم شنو كاين. اذا المعدات اللي كنحتاج باش نغطسو هادو تقريبا كنحتاجو قناع قناع الغوص هذا يعني كنحتاجو للرؤيه كتكون باش كتكون الرؤيه واضحه. نحتاجو اورديناتور باش كيبرمجنا الغطسه ديالنا. و ثالث حاجه الاسطوانه اللي فيها الهواء مضغوط يعني اذا كنشبر واحد الحجم ديال الهواء كبير تقريبا 5000 لتر ديال الهواء. عندنا كومبريسور كنضغطوها كندخلوها لهنايا علاش باش نبقى باش نبقاو بها واحد المده اطول تحت الماء. ثانيا عندنا منظم الهواء هو هذا هو خرطوم التنفس هذا احتياطي في حاله يعني الزميل ديالي تقاضى له الهواء اولا انا تخسر لي المنظم الاساسي ديالي كنستعن بهذا. المنظم الاساسي هو هذا خرطوم التنفس اساسي
هذا اوتوماتيكمون فيه لواء دايز محبوس هنايا. حنا خصنا ناخذوه الطريقه، نوضعوا الطريقه هذه. عاد كتنفسوا به بعمق وببطء، التنفس البطيء والعميق. اول حاجه حنا الحمد لله ما عمرو تخلع لنا شي واحد تحت الماء، حيتاش علاش؟ الغطسه ديالنا كتبدا من 1 متر ماكسيمو 5 متر 6 متر ماكسيمو. يعني كيجي عندنا شي واحد ديبيتون يعني اول غطسه عنده، كنعلموه اول حاجه كيفاش يتنفس بديتون دور، كيفاش يعمل المعادله ديال الضغط، حيتاش الجسم كيتمارس عليه الضغط كامل. هاك المنطقه الوحيده اللي حساسه هي الاذن، كنحسوا بها كتزير شويه. اذا كنعلموه كيفاش يعمل معادله الضغط الاذنين، يعني واحد الطريقه بسيطه، كيسد على نيفو كيدفع له هو يخرج من نيف، كيحسب ودنه مزيان. هادي كنسول واش مزيان، انا مزيان. اما القضيه التخلع ولا شي حاجه، ما عمرنا وقعتنا شي حاله الحمد لله. حق علاش حنا ديبيتو ما كنديوهاش البروفوند بزاف، يعني اي حاجه وقعت كنجريوها دغيا، يعني ما عندناش المسافه ديال عميقه، تقريبا 2 متر 3 متر كيطلع حتى مزيان. ياك اش كاين والو، اما التنفس ما كيتنفسش مزيان، اولا دخلوا الماء الماسك، اولا الاذن ديالو ما دازش في المعادله. هادشي اللي كيوقع مع القضيه الخلع ما كنظنش الناس كيتمتعوا بديك البحر سمرك. انا بلا افتخار، واحد السيده عم تعامل معايا والبارح خرجت كتزغرت كتزغرت وتحياح وجمعت الناس، ياك لاباس عجبتها الغطسه ودات واحد التجربه مزيونه الصراحه ديالها. بالنسبه للاطفال حنا عندنا من 7 سنين وانت طالع، 7 سنين 8 سنين 9 سنين، المهم 7 سنين فوق يمكن له يغطس، كيمشي مع مدرب خاص محترف. ماكسيمو بروفوندور كيدي 3 متر 2 متر، كيخرج عمره ينسى الغطسه ديالو. زاد الساعه ديال عمرو بحال دابا غير بحال هذيك الساعه تيجي انت كيكون في الماء. سليمان الاستاذ راسي اللي عملوا لنا الخرصه هذه، الصراحه كان اول تجربه عندي في الغطس ديالي اول مره، واحد الاحساس اللي هو مزيون الصراحه. دابا عملنا واحد الجوله، دابا وقفنا في هذا الغرض باش كانوا يرتاحوا هنايا ويصوروا باش عاود نعاودوا نكملوا الغطس ديالنا. الناس يشوفوا هذا الفيديو هذا غيقولوا خصهم يجيو قريب بن يونس، حنا نحاولوا ما امكن نقربوا لهم السكانين اللي عندك هنا. اختي تبارك الله. الله يبارك فيك اخاي، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. هذه منطقه بن يونس، منطقه قرويه فيها البحر وفيها الجبوله وفيها المناظر الخلابه طبعا. بالنسبه لنا حنا عندنا الشقق كما كتشوفوا، عندنا اربعه شقات، جاو جوج الفوق وجوج التحت. هذوك الشقق شحال يقدروا يكونوا فيهم ديال الناس؟ ماكسيموم سبعة، ما كنبغيوش باش فيهم ناس بزاف، ناس بزاف فوالا، لان باش ما يكونش الاكتضاد لحسب بيسينه مشروكه وديك الشيء، باش يعني فيها حتى بيسينه ديالها، بيسينه ديالها طبعا. شحال نقدروا نقولوا نسقسوا على الليله، يعني كل شيء يتسال على الناحيه الثمن. بالنسبه للاثمنه عندي هادو 700 درهم، وهذه حتى هي 700 درهم، هذه كبيره جات عائليه، وكاينه واحده 500 درهم. يعني تسعله كتبقى على حسب المده اللي كانت طويله، يعني مثلا خصو مثلا واحد السيمانه. كل ما كانت مده طويله الثمن طبعا كينقص شويه، كنتعاملوا مع الكليان طبعا، وكل واحد على حسب. ولاد المنطقه بين شكون الاكثريه اللي كيجيو لها الناس مثلا؟ طنجه والناس ديال الداخل هذوك بزاف. يعني كتعجبهم هاد المنطقه هذه، هاد المنطقه هذه باش معروفه؟ معروفه بالغوص، معروفه بالسياحه، كيطلعوا ناس كيتسلقوا جبل موسى، وكاين المناظر كيتصوروا. المهم يعني قريبا كل شيء، تقريبا كل شيء، قريبا كل شيء. والانسان كيرتاح نفسيا كيجي لهنا، فهمتي؟ اللي بغى الهدوء والكلم يجي بن يونس. مرحبا بهم. هذاك الشيء اللي كاين، ما كاينش كورنيش وديك الشيء بحال مرتيل بحال هذا، ولكن المهم اللي كيقلب على الكلم والهدوء كيجي بن يونس. مرحبا بالجميع. مع
معنا دابا احسن تاكسيستا بالعالم خاو ديالي تبارك الله. الله يبارك فيك اسيدي، مرحبا. دابا انا قلت لك دابا الناس طنجة اللي عادي يبغيو يجوني انا ما يتعذبوش في التاكسي. كاش كاين ما كيتعذبوش يا اخي، كيجو كيشبروا من الاوطاس كاسيخو، ومن كاسيخو عاود كينزل حدا التاكسي ديال بليونوش وكيجو. يعني من الاوطاس ب 40 درهم ومن كاسيخو هنا ب 15 درهم. ولا بغا يدخلهم ديريكت ما كاين شي مشكل. لا ما كاين حتى شي مشكل. يعني كيتفاهموا معاك كيجيو منين؟ كيتفاهموا 60 درهم من البلاصه من بليونوش من طنجه ولا من طنجه لهنايا، يعني عندنا ما عندناش شي مشكل. ودابا نعرفوا شكون اللي كيجي دابا الناس بزاف هنا، واش نص طنجه ولا نص كاسيخو؟ طنجه ما تهضرش، طنجه راه كامله كتعرف بليونوش. كاين شي طنجاوي تقول له بليونوش وما يقول لك شي ما عرفهاش ولا ما جاتش ولا ما خيمش فيها، ما تهضرش عليها. وهنا هذه المنطقه هذه مش معروفه. هذه معروفة الحمد لله بالجمال ديالها، قال لك بليونش جنة الدنيا وطريقها يقطع النياطة، كجنة الخلد لا يراها إلا من جاوز صيراطها. تبارك الله. أييه. أنت من المنطقة ولا؟ أنا خالق ومربي هنا وعندي جوج الجدود هنا ولا ثلاثة. تبارك الله. أييه أخي. يعني هنا الراحة النفسية. ما نهضروش عليها. أنا ولد المنطقة. أنا ولد المنطقة ولد بليون. من ناحية ذيك راه شحال واصلين الطيور هنا من؟ لا حسب كل حاجة الثمن ديالها، فهمتي كيف؟ الدار مزيونة إذا مسكتها كل حاجة والثمن ديالها، واش فهمتي؟ كاين الغلا وكاين الناقص. يعني تقريبا من ناحيه الثمن شحال يقدر؟ الثمن 300 درهم 400 درهم لا حسب. يعني على حسب السكنه اللي كنطالع. اللي كنطالع هذيك 600 700. بليونس مش معروفه بليونس. بليونس انت كتعرف الجو مزيون وكذا المنظر، وانت كتعرف الناس ديالنا مزيانين، كل شيء مزيان الحمد لله. الحمد لله نهار كبير هذا جينا عندك. مرحبا بكم اسيدي ومرحبا بالناس طنجه ومرحبا بديالكم. الا قلت لك بليونس مش معروف. بليونس معروفه بالبلونجي وبالجبل جبل موسى. ومعروفة بالبحر والناس ديالها مزيانين، واي حاجه بغيتيها كاينه موجوده بليونس. تبارك الله كاين العشاق ديالها، يعني الناس كنشوف بزاف تبارك الله الدنيا الناس عامره. الناس اللي كيجيو بزاف جو منطقه، الناس طنجه بزاف وناس كازا بزاف وناس تفاس هما اللي كيجيو بزاف. كيعجبو هاد المنطقه. منطقه سياحيه بامتياز، يعني جبل موسى جزيرة ليلى البحر قريبا كاستيخو قريبا طنجه قريبا تطوان، كل شيء فيها موجود الحمد لله. هذه الساعه هذه والامور ماشيه شويه بشويه، احنا ماشي كنطلب الدوله تعاون مع جامعه بليونش، حيت كاين واحد المشكل هنايا النظافه ما كاينش اللي كيديها فيها. الجامعه كتعيا توقف معاها، والمشكل اللي كاين انا بدي خدام ديك النظافه، يعني ما كاين لا قوانين لا اوراق لا حتى شي حاجه. الجامعه كتعمل الجهد وما كي اللي كتدفع ما كيقبلوها. دابا انت فين خلق وسرابين؟ لا ما خيا. دابا بليونش شحال هذه مع دابا 2023 شنو صغير؟ تغيرت بزاف. شنو هاد الحاجات اللي تغيروا؟ اول حاجه تغيرت بعدك احنا من ناحيه ديال الديكور بليونش، الاثر ديال الغاوه وداروا فيها مشروع فيها المرسى، هذيك احسن بلاصه اللي كانت عندنا تما، اللي هي الناس اسره عائليه اللي الناس محترمه. ومع ذلك بزاف د الحاجات تغيروا، ماشي اي حاجه واحده وصافي. يعني شكون احسن، واش هيدا ولا شكون احسن؟ شكون مزيون دابا؟ اش نقول لك؟ بالنسبه الاقدميه هي احسن من بالنسبه لي، احسن من دابا انا اقسم بالله. الحلاوه ديالها، الحلاوه ديالها بكل شيء ديالها صديقي. الرئيس ديالنا الله يرحم الوالدين، احنا كنطلبوا طلب واحد من الدوله ماشي من شي واحد. يعني الطلب اللي كنطلبوه هي الطريق تحل على جزيره ليلى طنجه، هنايا راه معروفه اي واحد كيعرفها. يعني كنطلبوا من الدوله يحلوا لنا الطريق على جزيره ليلى، هذه هي الطلب ديالنا اللي كاين في هاد بليونش. يعني باش كتكون تحلت هذيك الطريق من تما على تورا غتكون عندها بليونش واحد المستقبل كبير. اي واحد كيقول لك راه نديروا دويرا بليونش ونشربوا قهوه ونخرجوا بحالنا على الداليه واد المرسى، كيكون واحد المشروع كبير. ولكن حنا حاليا بليونش راه بحال خشيتي يديك في الجيم وخرجتو، دخله واحده وخرجها واحده. براهو راه كنقدر ندير زعيم ساري وخرج. الله يرحمه، فيها ما يتشاف فيها ما يتصلح، ولكن الشخص يدور بها يجوا الناس يعني ذي المراقبه وتشوف اني ناقص فيها وكذا، بزاف د الحاجات ناقصين. تبارك الله، الله يجازيك خير، الله يرحم والدين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.